مساء الخير على جميع سيدات وأمهات الوطن العربي. النهاردة موضوع جديد في مشوار حياتك. النهاردة موضوع خاص جدا. النهاردة موضوع مهم جدا. من فضلك بلاش. أرجوكي بلاش. بلاش إيه يا دكتور؟ سيدات كتير بتيجي في الفترة وفي الأونة الأخيرة بخصوصا في الوقت اللي احنا فيه بتاع الكورونا بتيجي يا دكتور أنا مش عايزة أكمل حملي. لأسباب كتير. من ضمنها الأسباب الخاصة بالأيام ديت يا دكتور احنا خايفين من تكملة الحمل. يا دكتور انا خايف على حملي، خايف ان انا يجي لي عدوى ما اعرفش اتصرف ازاي. يا دكتور انا لسه والدة من كام شهر ومش قادرة. يا دكتور انا عندي اطفال مش هقدر. الأعباء المادية، أسباب كتير، بس للأسف أسباب خارجة عن الأسباب الطبية اللي تخليني كدكتور ان انا اخليكي تعملي إجهاض، فبالتالي بنرفض. بتبدأ المشكلة من هنا، بتبدأ السيدة تتعامل مع نفسها، هي إما عن طريق صاحبتها أختها تقول لها على أقراص معروفة عشان تعمل عملية الإجهاض، يعدي معاها الموضوع عادي، نزل الدم خلاص هي تعاملت، وتيجي تقول لك يا دكتور هو الموضوع نزل خلاص. طيب عدت مرور الكرام وربنا ستر، لكن بيحصل مشكلة عكس ذلك. المشكلة بتحصل لو حضرتك أخدت الأقراص ديت من نفسك أو من غير استشارة طبيب، وافتكرتي ونزل عليكي دم ان الموضوع كده انتهى خلص، وتقعدي في البيت عادي وكل حاجه، يعدي عليكي كام يوم اسبوع اسبوعين، وتفاجئ السيده دي مره واحده بدم نازل عليها جامد ما بيقفش والام في اسفل البطن. من هنا بترجع للدكتور، يا دكتور الحقني انا حصل كذا 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 كذا. بنبدا نشوف بنكتشف مصيبه. ممكن اكتشف في الوقت ده حاجه من الاثنين، يا اما لسه الحمل ده ما نزلش بقى حاجه اسمها اجهاض غير مكتمل وانت سايبه بقالك فتره في بطنك، ممكن يعمل لك تسمم في جسمك، دي مشكله حلها بسيط. المشكله الاكبر لو كان الحمل ده خارج الرحم وحضرتك اخدت الاقراص وافتكرت ان المحتويات كلها نزلت لكن للاسف هي لسه في الانبوبه مثلا او مكان مهموده حامل خارج الرحم، بدا يحصل فيه اضطراب، انفجرت الانبوبه، نزيف داخلي، كل ده يا دكتور. ليه بتكلم ووقفت وقلت الموضوع ده؟ لان لقيته اتكرر في الفتره اللي اخر شهرين ثلاثه حوالي 4 أو 5 حالات جات لنا بالنظام ده. عشان كده ارجوكي لو سمحت، اولا نصيحه قبل ما تاخدي القرار حتى لو هتاخديه مع نفسك والدكتور رفض، لازم اطمن هو الحمل سليم ولا لا، يعني ايه؟ لازم اعرف هو جوه الرحم ولا لا. طب يا دكتور هو في الاول مش هيبان، انتظر في اختبار حمل رقمي اعمله عشان اشوف الرقم الاولاني واعيده بعد 48 ساعه حمل كويس ولا لا، لازم اشوف اطمن انه جوه الرحم ولا لا. فممكن تيجي من عند ربنا والبيبي ده ما يكملش اي سبب ما، لكن لو طلع حمل خارج رحم وانت واكتشفناه متاخر هتبقى مشكله. طب لو اكتشفناه بدري حضرتك ممكن نلحقك، بدل ما تضطري تعملي منظار بطن وندخل ويبقى في نزيف مهبلي او في فتح بطن، لا ما احنا ممكن ناخد الادويه ونلحق الموضوع في الاول وما تضطريش لاي عمليه ولا يقلب الموضوع معاكي بمشكله. عشان كده بقول لحضرتك خدي بالك جدا، ما تتسرعيش، من فضلك ما تتسرعيش، بلاش. دمتم سالمين. ما تنسوش تعملوا شير ولايك لو الفيديو ده نال اعجابكم، وتعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا على الفيديوهات التانية. نورتونا.